بصوا بقى، يعني دايما 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 احنا عارفين وواعيين للفكره، وبنحاول نوعي كل اللي حوالينا للفكره انه في حاجتين مهمين قوي قوي بيحمونا وبيحموا افكارنا وبيحموا توجهاتنا وبيحموا صحتنا وبيحموا اولادنا من الاتجاه لحتت وحاجات سيئه الحقيقه ومؤذيه ومدمره للحياه وللصحه وللمستقبل. حاجتين مهمين قوي لو تسلحنا بيهم واحتمينا فيهم هنطلع جيل محترم بيفكر حلو ومستنير وصحي، هي الرياضة والفن. والحلقة النهاردة كلها رياضة وفن، رياضة وفن، ودي أحلى حاجة فيها، وهنبدأها بالفن. الحقيقة أنه الفن بيغير، ودي حاجة كلنا عارفينها وبنأكد عليها، بيغير ثقافة الشعوب، بيغير فكر الشعوب، بيحمي شبابنا من أفكار متطرفة كتير خطيرة عانينا منها سنين طويلة، بيحميهم من اتجاهات ليها علاقة بالمخدرات وليها علاقة بصحتهم وليها علاقة بمستقبلهم. الفن جميل جدا، الفن شيء رائع وشيء بيجمل كل حاجة حواليه. ومصر كانت من الدول العربية السباقة في الاهتمام بالفن، وإحنا اتعمل عندنا أول فيلم صامت في البلاد العربية وأول فيلم ناطق في البلاد العربية وفي المنطقة كلها. إحنا اللي اهتمنا بالمسرح والمسرح طلع على أكتافنا، وإحنا اللي بدأنا المسرح ومن أول البلاد العربية اللي بدأت المسرح واهتمت بيه. عايزه اقول لكم انه المسرح المدرسي هو نواه المسرح في المجتمع، وان انا لما اهتم بالاطفال الموهوبين اللي ممكن يعملوا مسرح، اللي يمثل واللي يخرج واللي يغني واللي يرقص واللي كل يعمل بقى كل العناصر بقى، اللي يعمل شويه ديكور واللي يعمل اللبس، ببقى طلعت جيل فنانين الحقيقه. عايزه اقول لكم اول مسرح عندنا مسرح مدرسي يا جماعه، عتيق يا جماعه، 1800 وكام؟ 1870 اول مسرحيه موثقه اتلعبت على اول مسرح مدرسي في مصر. والحقيقه انه مش بعد كده بكتير لما بدات وزاره المعارف في الوقت ده تعترف باهميه المسرح والمسرح المدرسي وتدعمه دعم مباشر. 1936 اعترفت وزارة المعارف رسميا بالمسرح المدرسي وبأهميته. من 153 سنة ظهر المسرح المدرسي. انت عارفة بقى التاريخ اللي انت بتقوليه ده، لما ابتدت بقى وزارة المعارف اللي هي التربية والتعليم تعترف وتوثق المسرح المدرسي، انتوا عارفين كان اول مفتش للجان التمثيل كان مين؟ كان الفنان الكبير زكي طولينات. يعني لما رجع من بعثته الحقيقة انه ابتدى يدور على النجوم، وابتدى ابتدى يقول يأسس للمسرح المدرسي ويبص بدقة اكتر ويجمع المواهب، وهم دول اللي عملوا بعد كده معهد التمثيل اللي هو معهد السينما. يعني هم دول اللي بيهم خلق ونشأ معهد السينما اللي طالعين من المسرح المدرسي، المواهب اللي طالعه من المسرح طبعًا المدرسي على يد زكي. انت عارفه كمان مين اللي كان مهتم جدا جدا بالمسرح في الوقت ده؟ عبد الله النديم، خطيب الثوره، كان من اكتر الناس الثوره العربيه. يعني عشان اربط لكم بس التاريخ بالزمن، لان انتم ممكن تكونوا مش فاهمين قد ايه ده من زمان قوي قوي قوي. والحقيقه انه الشركه المتحده دلوقتي في الوقت الحالي بتقوم بمبادره عظيمه مع وزاره التربيه والتعليم لاحياء المسرح المدرسي، وده من الحاجات اللي فعلا كانت عندها مش يعني بعافيه قوي في المدارس عندنا. بدانا نفقد الاهتمام بالرياضه وبالمسرح، وانا اعتقد انه عدم الاهتمام بالرياضه وبالمسرح في المدارس المصريه ده كان من اكتر الاسباب اللي ادت الى طلوع جيل وظهور جيل عنده انحرافات فكريه كتير وعنده مشاكل فكريه كتير وصحيه كتير. اعاده الاهتمام بالمسرح المدرسي هو بمثابه حقنه التطعيم من اي شذوذ فكري ممكن يحصل لاولادنا.